خويا سعيد تكي على شي مزود طاش من زواد ولا طرا خويا خلي شوف اللهم بارك شوف شوف الله 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 العظيم يترح والله ديني الفيديو نوض اخويا باش انا نعرفوا البياسه كيفاش لهيه وانا واش اللي متكي على هادي غينوض مازال ونوض انت اخويا اللهم بارك ونوض نوض كندوي معاك اه شوف 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 علام هادشي ثاني الله الله والله تا الراحه انت الناس شوف مازال درت الحيده الحيده البارتي هادي اها انت اخويا فريد احنا كنتسناو اخويا شوف هادي شوف 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 الماكينه خدامين اخويا اش كيفاش ليك الماكينه خدام الالمانيه خدامه داك الشيء خدام داك الشيء شوف 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 اي 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 عندك مشكل في اسميتو عندك مشكل برا اي لعبه وصافي آه. الناس ديال الروماتيزم الناس ديال السياتيك الناس ديال ما عرفتش شنو راه اللعيبه مزيانه اليوم وصافي اللي كيضروا لهم الكابي ولا لا 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 عندك مشكل في الكلاوه وداك الشيء داك الشيء وغادي تسرح سعيد قبل ما والله انا غبي يا والله انت انت من العاود الثانيه انت اخويا خلي جميع شوف جميع مناطق الجسم هذه ديال المساج شي حاجه مخدومه اللهم بارك الله تعالى عنقك هنايا اي 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 والله تبوا على مليحه مليحه والله يشملها زومي 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 شوف 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 انا نبين لهم اخويا سعيد بيعوا جاله الخوت ضربوا لي على هاد اللعيبه راه بياسه ناضيه شو كي كدير لي شو كي كدير لي شا ترى داك الشيء كيتغلغل ما كاينش المزاح تغلغل في التفنن ناضيه ناضيه بياسه مليحه الخوت ها هو البرودوي واحد الحاجه اخويا خليل أه. بزاف انت راه فيها الصور ديالها ماشي كتصوني هنايا بغيتي الدورة والثاني ما بغيتيش الاتجاه دور الاتجاه الاخر بغيتي تخدم مزيان المهم داك الشيء هو هذاك فيها السلسله ديالها كتشارجا هادي الميزه اللي فيها واعره هو كتشارجا كاين شي وحده كتبروشها مع الضو كتخدم بها هذه الاخوان كتشارجا ديها معاك تسافر بها اونبورتي اخوان اونبورتي دير ماساج اونبورتي انت انتوا الاخوان بالنسبه للخدمه ديالها هي هذيك المهم لا ما تحتاجوا نشرحوا لكم بزاف بالنسبه للثمن ديالها هذه كدير الثمن ديالها 349 درهم 349 درهم بلاتي اخويا نشوف ان شاء الله انت 24 واط داك الشيء 24 واط ماشي شي حاجه ما فيهاش هادو الخصائص ديال اسمي شوف كيفاش كتخدم لا شي نشوف هاد اللعيبه انا باقي ما الصوت ديالي الا كنتو كتسمعوا ما كتسمع الصوت سلام صافي اخويا خايد هادشي اللي كنشوف باش ما نكثرش على الناس بزاف هاد اللعيبه هادي ديال المطار راه اخويا هادي خاص تهرسوا وجه السواح باش يعطيو لك هادي ديال الميداليه الذهبيه حنا عطاونا هادي مصارعه الاخوان اللي بغى يقضي غرض الثمن ديالها 349 درهم بالنسبه للكونتيتي ان شاء الله غادي نجيب لكم الكونتيتي ان شاء الله بالنسبه لدابا راه كاين ثلاث القطع فقط ولكن بعد غدا ان شاء الله يلقينا فيها الكونتيتي اللي غادي نجيبوها مرحبا بكم تبارك الله عليك خاصني نقول لك سعيد شوف ولا خويا العطار خويا العطار تبارك الله عليك